ان هم ينزلوا من اول اليوم. اهلا بيكم على شبكه تلفزيون النهار. طبعا اهلا وسهلا يا مرحب. حضرتك اسمك ايه؟ ظريف غبريال. حضرتك عندك كام سنه؟ 80 سنه. ما شاء الله. وحضرتك؟ نفس سوريه اسكندر حنا. 80 سنه. ما شاء الله، يعني 80 سنة ربنا يديك طول العمر. قررتوا ان انتوا تنزلوا طبعا في اليوم الاخير للانتخابات، تدلوا بصوتكم في اول اليوم. لازم نصور، وكل انتخابات لازم نأدي ده واجب علينا، واجب وطني لابد انه نأديه. وبعدين انا شايف انه الحاجة ما شاء الله، ايه اللي كنا فين واحنا فين؟ ده احنا بقينا فما شاء الله. ايه الديمقراطية دي، وايه الجمال ده، وايه النظام ده؟ عندك اولاد؟ طبعا عندي 3 اولاد، واحد معاي هنا واثنين في مصر. كلهم متعلمين؟ كلهم طبعا دكاترة ومهندسين ان شاء الله. طب قول لي انت بتحلم لهم بايه؟ يعني انت نازل النهارده اكيد بتشارك في الانتخابات، بتتمنى غد افضل، يعني ايه اللي انت بتتمنى يحصل لاولادك؟ احنا والله وصلنا الى مرتاحين صراحه، احنا مرتاحين يعني مستوانا مرتاح وكده. هي شويه غله بسيطه، فرق فظيع احيانا يجي في السلعه تلاقيها قفزت قفزه عجيب، عاوزه حته انضباط ويبقى عاد بقى تمام التمام. حضرتك بقى، انا اسف ان انا موقفك في الشمس، ولكن انا لازم اتكلم معاك. يا ملامح حضرتك يعني ملامح يعني مصريه اصيله، قولي لي حضرتك النهارده دوافعك للنزول في الانتخابات. انا مبسوطه جدا 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 ان انا نازله انتخب، اعدي الواجب بتاعي، لازم الوطنيه تقول لك كده، مش كده برضو؟ هي كانت مدير اداره الاسره في الشؤون الاجتماعيه قبل المعاش، يعني زي في المعاش. نورتوني على تلفزيون النهار يعني، وطبعا يعني مشاركتكم دي اكيد يعني الناس كلها شافتها وبتشكركم عليها، شكرا لكم، نورتونا. يعني اعزائي المشاهدين، يعني كما راينا هناك يعني ملمح وزوج وزوجه يعني قرروا النزول للانتخابات، وهم يعني بلغوا من العمر عتيه 80 عاما، ربنا يطول في عمرهم كمان وكمان. ولكن يعني ايضا هنا في محافظه سوهاجه كان هناك عدد من الملامح يعني لا تختلف كثيرا عن حاله ضيوفي. كان هناك معمره تبلغ من العمر 118 سنه، قررت ان تنزل الى اللجنه الانتخابيه بمركز